احلامك يا قفشه، واعتقد كمان من احلامك المشروع انك تحترف على المستوى الاوروبي. حابب البوندس ليجا ولا البريمير ليج ولا انا تروح؟ بحب الدوري الانجليزي. طب ماشي، يعني نفسي في الدوري الانجليزي. نفسك تلعب في الدوري الانجليزي؟ بحب انا القوه والسرعه دي والحاجات، بيبقى في لعب كوره اسرع، بحب الكوره السريعه. مش شايف الدوري الانجليزي دوري صعب على النواحي البدنيه؟ خاصه كل لاعبتنا اللي راحوا الدوري الانجليزي كانوا مروا بمحطات قبليها. بالظبط. فمش شايف ان النقله من الدوري المصري، نتمنى طبعا احنا طبعا نتمنى على مستوى حتى يخرج من النادي الاهلي لاعب يلعب في البريمير ليج، ده شرف للنادي الاهلي وشرف ليك. لكن الخطوه ديت مش شايف انها بتبقى صعبه، ولا انت حابب، ولا انت شايف نفسك في البريمير ليج؟ انا بحب يا كابتن. يعني انا مثلا وانا صغير كنت دايما اقول للوكلاء، انت ليه عايز توديني اختبارات؟ انت ليه عايز تاخد سي في وتديه لحد؟ انت ممكن تكلم النادي في لعيب كذا كذا، لو هم عايزين اللعيب ده يروح اسبوع يلعب ماتشين يشوفك يشوفني في الملعب. لكن السي في ده، انا لما اجي اعمل سي في هعمل ايه؟ هلعب 10 ماتشات، هطلع ال 10 تجوان اللي جبتهم، اقول لك ادي الفيديو. اما انت ما شفتنيش تاكل كويس، ما شفتنيش بباص ازاي، ما شفتنيش بجري ازاي، شفت؟ فاي حد بيعمل فيديو يا كابتن دايما بيديك الحاجات الكويسه. فانا لا، نفسي اروح مكان، يعني ربنا كرمني رحت اروح اجرب، يعني العب. يعني عندك استعداد تروح ترايل؟ يعني تروح تقول لهم انا موجود ومجرد حتى شوفوني لمده شهر ويحكموا عليا؟ انا امنيه حياتي بصراحه، يعني امنيه حياتي ان انا احترف، بس طبعا يعني من خلال النادي الاهلي. أكيد. انا مش يا كابتن، انا مش ما بقولش كلام مش بتاعي، انا بقول اللي في قلبي على طول. انا عارفك يا قفشه. لو النادي الاهلي موافق وجالي حاجه انا موافق، لو النادي الاهلي لا انا وانا في ايه يا كابتن قلت انا مش هقول او لا، رغبتها هقولها، لكن النادي اللي ياخد القرار، ان ده مش حقي. ده انا بلعب في نادي، النادي هو اللي حقه عليا، اللي هو اللي يقول قراره فيا، لكن انا اقول رغبتي. لو جه سالني تلعب يمين ولا شمال اقول لهم يمين. صحيح. لكن ما اقولش امشي ولا ما امشيش، ان النادي الاهلي اللي فضل عليا ونادي انبي اللي فضل عليا، فهم اللي يقولوا بعد ربنا او لا. طبعا. لكن انت ممكن تتشاف بقى في كاس العالم للانديه بقى، وتبتدي بقى دوافع جديده وحوادث. المدرب يبقى عايز وتروح البوندس ليج. اروح الدوري الالماني بقى. لا انت ما شاء الله، ما شاء الله، يعني انا شايف انت عندك طموح. عندك طموح. عنده طموح. امكانياتك الفنيه تاهلك بصراحه، يعني تلعب في الدوري الانجليزي، وخاصه دلوقتي الدوري الانجليزي مش على ايامنا احنا. ايامنا احنا يعني في التسعينات كان الدوري الانجليزي لازم تكون طويل ولازم تكون قوي بزياده ويبقى القوه. لكن دلوقتي شايف الدوري الانجليزي، شفت المان سيتي بيلعب ازاي، شفت ليفربول بيلعب ازاي، بيلعبوا كوره وفي مساحات. جارديولا يا كابتن. ها؟ جارديولا اللي غير كل حاجه. انت بتحب جارديولا؟ طبعا. اي فرقه بيمسكها انا لازم اشجع الفرقه اللي بيمسكها، هو رونالدو. اي فرقه رونالدو يلعب فيها لازم اشجع الفرقه رونالدو. اخص عليك. مش ميسي يعني. لا هو ميسي ما حدش يختلف عليه. ما اصل هو اللي بيحب ميسي. هو في امكانيات يا كابتن زي رونالدو مش هتيجي ولا حاجه. يعني ميسي احسن من رونالدو؟ ما هو ده حاجه وده حاجه. طيب ماشي. لو ما يكرروش انا عارف. انا لا بس انت سالت سؤال هو المفروض يرد. لو هتكلم في كوره مش بدبلوماسيه. انا لو هتكلم في كوره ميسي ملوش دعوه بحد، لان ميسي موهبه. بالظبط. لكن رونالدو كابتن لا، امكانيات كل حاجه. انا عايز يمين لعيب ممكن يجيب لي جون باي حته في جسمه. غير الموضوع بسرعه. غير الموضوع بالظبط. برشلوني جامد جدا طبعا، بالساوي. بس انا ريال مدريد يعني. ده طبعا يعني كلهم انديه كبيره. وناخد بقى كيان يعني. اتفضلي سامي. لا لا اتفضل. لا خلاص. لا لا والنبي ما يحصل. تحلف عليه. لا اتفضل. لا كنت هكمل كلامه. لا على كلامه تاني. على نفس القصه، ان انت طموحاتك ايه غير البريمير ليج؟ انت بتفكر الفتره اللي جايه هيكون فيها ايه؟ انا نفسي لو مش هحترف كده، نفسي اعتزل في النادي الاهلي. تعتزل في النادي الاهلي؟ نفسي احقق كل البطولات، تنهي مشوارك ان شاء الله. نفسي اخد بطولات كتير في النادي الاهلي واعمل تاريخ، عشان لما ربنا يكرمني بعيال او اهلي او كده يفضلوا فخورين بيا. ده حاجه جميله. انا نفسي في ده. ده حاجه جميله جدا. لو ماليش نصيب ان انا اروح اي مكان احترف او حاجه، برضه من ناحيه النادي الاهلي نفسي ان انا العب في النادي الاهلي طول العمر. وانا قلت الامير توفيق الكلام ده، قلت له وانا بمضي، انت جايب لعيب ممكن يلعب لك 10 سنين في النادي، ولو انت بتقول في لعيب كذا وكذا وكذا، انا بقول لك هلعب 10 سنين في الاهلي بامر الله ان شاء الله، ومش هتندم انك في يوم من الايام مضيتني النادي. قلت كده للامير. قلت له كده فعلا. وبفضل اقول الكلام ده 100 مره، وهفضل اقوله.